مشاهدينا صباح الخير مجددا لكم باستوديو. هالمره معنا الكوميدي شربل صعيبه، لحتى هيك نعطيكم جرعه من الضحك. صباح الخير شربل، صباح واهلا وسهلا النور. فيك. كثير انبسطنا انك ضيفنا اليوم بالفعل، انا وكل التيم، لانه بعتقد بهيدي الايام يعني بحاجة في للضحك، احباط كثير، بحاجة في للضحك. كآبه، واكيد بحاجه لك ولحضورك وللضحك اللي بتحمله وين ما بتروح. وهلا انا شخصيا يعني لانه كثير بحب الفوتبول، بتابع يعني وحافظه المعلقين. تمام. في ناس بعصبوني كثير. مع مين بالفوتبول؟ برازيل، حسيتك الماني لا مبين على ابدا، وجهك. برازيل. برازيلي، حسيتك هيك في السماء لا وشوي. ابدا. ومع برشلونه بالتشامبيونز اكيد ليج. كمان اكيد، شو عتب حلو. ومتعصب. وانا كمان انا بنهار. هلا ريال مدريد خسروا، لا لا ربحوا ضد ليفربول ربحوا اخر ماتش ولاخر حضرته ماتش من نحن يومين، ربحنا 1-0. بس 3-1 يعني كانت شوي، ما بيأثر، لانه مش مشكلة، ليفربول انه مش مشكلة. ما هلا تنشوف مش بأيامهم يعني. الاياب، يعني شو بيقولوا، ذهاب واياب مزبوط بالعربي. اوكي صبتن مزبوط. صح بدنا نبلش مع هلا لانه في كمان دوري الباسكتبول، لانه في كثير صح نشاطات رياضيه انا بعد بالباسكت مش التوقف، كتير. بس انه هيك خلينا نبلش بعدين بنحكي السياسه، بدنا نبعد عنهم قد ما فينا، دخيلك نتركهم 100%. للاخر. اوكي يلا بنبلش بنبلش بالفوتبول. معلقين الفوتبول، فينال 2014 لما ربحوا الريال، هيك لنعطيهم شيء للريال. رؤوف خليف كان عم ايه بيعلق. اوكي رؤوف ومتقدم ب 25 دفع، توني كروز، كروز، كروزي وسع، اوه جول 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 جول، المتعدي سيرجي راموس، سيرجي راموس يقول انا مثل الابطال، الريال على العال، الريال زين الدين زيدان، الريال زين الدين زيدان، برشا برشا فنان بنجومه العالمية، رونالدو، كريم بيل، كروز، مودريتش، يأخذ الأفضلية ويتربع على عرش أوروبا. اوكي ما في شيء لبرشلونه. اكيد يلا اكيد، هي كرمالك، بدي انزلها ستوري. هي كرمالك بالكلاسيكو 2017 كان فهد العتيبي هو اللي عم بيعلق على جول ميسي. يلا هنا سيرجي روبرتو، روبرتو يمر عن مارسيلو، ياخذ الوسط الى وسط الميدان، يمر يعطي الكره لاندري جوميز، اندري جوميز لميسي، ميسي لديكم، لا خوف عليكم، اعطيني ميسي اعطيكم صداره، اعطيني ميسي اعطيكم بطوله الليغا، اعطيني ميسي اعطيكم بطوله الشامبيونز ليج وكاس الملك والسوبر الاسباني. يا الهي ضربهم كواهم في عكر دارهم. هيدا فهد العتيبي كثير حلو. انا حاضره بكامب نو ببرشلونه ضد فالنسيا، كيف تتذكر السنه 2012 يمكن بال 2012، اربع جوال ميسي فوتهم. انا تخيل يعني انت موجود بهيدا ستاديوم، يعني هو ديجا اصلا كان انه حلم لإلي انه احضر هو حلم لإلي انا كمان يعني. بقى رحت وتخيل ميسي هيك انا فوق وهو انه هيك تحتي وهيك عم بفوت اربع جوال. ادرينالين ما فيك تتخيل، روعه. ايه اساس بكيت بكيت عن جد، يعني كنت فكر انه اللي بيتاثر من شيء كثير حلو انه ما انا كنت عارفه انه معقول يكون مرتبط بشيء هالقد حدث انه رياضي، بس عن جد بكيت من مزبوط. التاثر انا بعدها هيك انا من اللحظات. انا صراحه انا بكيت على 7-1 تبع البرازيل. هيدي انا بكيت وفليت، كنا بجبال حملت حالي وفليت من الكافيه. في يوسف سيف، يوسف سيف كثير كثير بيسب البدن. كلهم. اوكي ايه انا على فكره كلهم يعني ليل، يمكن ما بعرف اذا رؤوف خليف اخف واحد أو هو رؤوف وعصام الشوالي، ايه يعني اخف، مع انه لهجتهم كمان وحماسهم قوي، بس بعتقد يمكن اخف ظل يعني من يوسف فهم. يوسف سيف ثقيل يعني. يوسف سيف الجولر قوي بس ميسي اقوى. يعني الجولر قوي بس خلص في ميسي. ننتقل الآن إلى الزميل يوسف سيف. يوسف الهواء لك. شكرا للزميل الأخضر بريش.
متتبعي قنواتي بي ان سبورتس الرياضيه اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قنواتي البي ان سبورتس. ملعب الكامبانو في هذه اللحظات يشتعل امام 99 الف متفرج ليكونوا شاهدين على المذبح الكروي بين الغريمان العريقان والبرشا والريال، والصراع المحتدم على لقب الليغا والافضليه لبرشلونه ولحق اتلتيكو مدريد. وهنا هجمه مرتده لفريق برشلونه، ابكل واو جول للبرشا ومن غير ميسي. ميسي سجل على كورتوا مره اخرى. هيدا دائما يعني هيك دائما تعليقه ليوسف سيف. سربل قبل ما نتابع بالضحك والتقليد، كيف بلشت تعرف انك بتعرف تقلد؟ بالمدرسه، كنت بالمدرسه كان عمري 14 سنه كنت اقلد الاساتذه. لا ما كنت عارف انه انا بقلد. فات المدير اللي يبهدل الصف، كان رفيقي قاعد حدي، قلت له ليك انا بقلده، فيني اقلده؟ قال لي كيف يعني؟ قلت له فيني احكي بصوته لا شعوريا، وبلشت. هلا رفقاتي ما صدقوا يعني الا ما سمعوا، سمعتهم اول مره كنت بقلد كان الاستاذ يعني، وبلشت. قطعت فترة ما كنت عم بقلد الشخصية مثل ما هي يعني. اسمع الصوت حدا عم بقلدها، ارجع جرب سيب الصوت اللي عم بتقلد. وبتحس فيها تكون مهنة يعني؟ تكون عن جد انت مركز على هيدا الشيء ببلد مثل لبنان يعني؟ منشوف برا اكيد تالنتس مثل التالنت اللي انت عندك اياها بيكونوا محترفين، بس هيدي الشغلة مزبوط. انت بتحس انه فيك تكون معتمد على هيدا الشيء فقط؟ في كثير مقلدين يعني بلبنان جربوا انه يحترفوا، بس انه بلبنان ما في استمراريه يعني، هذا الشيء معروف ما في استمراريه. فبتخليها اسايد يعني حد المهنه اللي انت بتفكر. مزبوط 100%. تمتهنها. كيف ردود فعل الناس اللي حواليك انه بس قلد؟ ايه يعني بتخيل انه انا هلا مثلا ماشي بدل عم بضحك جنون. يعني صراحة أول مرة كنت بقلد قدام عدد كبير من العالم، كنت أول نهار من الجامعة. أوكي. كان في كاستينج ورفقاتي كتير محمسين يعني، رفقاتي اللي بيعرفوا إنه أنا بقلد كانوا كتير محمسين. وصلت أنا على الجامعة، قلت لهم إنه يلا وين الكاستينج؟ قالوا لي إنه تحت. تجي رفيقتي بتقلي إنه لازم تقلد هون قبل ما تنزل لتحت انه كرمال اختي وهيك. قعدت صرت عم بقلد انا، كان الكاستينج تحت، صار الكاستينج عندي فوق. ايه صار الكاستينج يعني بتاني طابق على البوابه، وبتطلع هيك انا حوالي ما يعني، انا على اساس عم بقلد لشخصين او ثلاثه، عم بتطلع صار في شيء 4000 شخص حولي. بتطلع انا بعيد، قطعت فتره كنت بعيد عن السوشيال ميديا. بيحكون رفقاتي بيقولوا لي انت تريندينج نمبر 1 على الفيسبوك وعلى على الانستغرام. انبسطت بوقتها يعني، بس انه حسيت انه كان بعد بدي شوي زياده يعني، كرمال اوصل لخطوه انه انشهر شوي او العالم تعرفني اكثر. بعد بدنا نقلد معلقينه ولا ننتقل للسياسه والكاركترز؟ نروح على الرعيديات مثل ما انا بلاقي. يلا فادي رعايدي الممثل الكوميدي اللي كتير محبوب وبدي صورك كمان. يلا نزل ستوريز. حاعطيك شيء بين يعني كومبينيشن بين بيبو وفاديا الشراقه. اوكي بيبو وفاديا الشراقه بكونفرسيشن بفيلم بالموفي تبع اسال فيلم. اوكي بالموفي بتقطع بارت بتقول بيبو كيف شفت اللي طنط فاضية حلوة؟ لا ما بقلبك ما ابشعك. روح العب لك على جال 30 40 متر محور. يا عاي بدك بعد؟ ايه اوكي هيك. انا كانه يعني ابني ريمون بيشتغل بالنازة. شو بيشتغل ابنك ريمون بالنازة؟ مدير. ابني ريمون بيشتغل مدير. ما فيش ما بيتخلوا عنه ولا دقيقة بالنازة، بتخترب أمريكا. شو رأيك ب اكس ميس يونيفرس؟ ياي اكس ميس يونيفرس ياي ياي واو يعني ليكي. أنا فنانة
العالم كله بتحبني، كله بده يتصور معي، وكله بده يجي اللي يعني بحبك وفيني اخذ سيلفي معك، بس انا يعني بتعرفي انا متواضعه ما فيني زعل العالم كله، عرفتي؟ بيبو شو رايك بالجبنه؟ يا ويلي طلعت الجبنه بعفنه على سرعه جبنه تركفور. يا ويلي شربل. هلا بعرف انه نحن مستعجلين بقى نشوف السياسيين ولا نعرف اخبارهم، بس قبل ما نختم ما فينا ما نعمل هيك جوله على السياسيين اللي بتقلدهم. مزبوط. انا ليش عم شيل التليفون من ايدي؟ بدي نزلهم كلهم ستوريز. ما اعرف ليش عم شيله. يلا بمين بنبلش؟ انت ما بحب. لا سمي. ما بحب شو بقول، ما بحب اقول للمطبل طبل، شو بقول للرقاص شو اللي ما تعرف. ما بعرف. بحب اتركك على سجيتك. طيب بنبلش مع النايب سامي جميل. وقت قصة الناظور بدك ناظور جاي بدي اقول لك في عنا وقت قصة الناظور. ايه لانه كل العالم وقت يعرفوا انه بقلد سياسيه بيروحوا على يعني القصص اللي كثير انعرفت، يعني كثير اخذت ضجه. ما هيدا وكله اذا بدنا نحط جندي واحد كل كيلومتر بدنا 200 جندي، شو الكرسي العزيمه؟ تعطيه النادور؟ توقف عسكري كل كيلومتر تعطيه نادور؟ في اربع فرق مع هليكوبترات بيروحوا بيتدخلوا؟ يعني انا ماني عسكري بس عم بحكي منطق كثير صعبه؟ هيدا بالنسبه ل نايب سامي جميل. ننتقل للدكتور سمير جعجع. مساء الخير يا رفيق. مساء الخير يا شباب. مساء الخير يا شبيبة الوقت اللبنانية. تعالوا اليوم لخبركم قصة الورد العجائبي. الورد العجائبي يا اخوان هي اللي انقذت حياتي من الناس احول كحتي ما معه غير رصاصه وحده ابدا بتاتا وقطعا. نحن بنرفض هيدي السياسه اللي عم بيقوم فيها الاحزاب اللي عم تحربنا ابدا بتاتا وقطعا. وبنهايه هيدا المطاف بحب اقول وذكر انه نحن عم نجرب نحافظ على حقوق المسيحيه بكل ما معنى الكلمه. شكرا لك حكيم. يلا ميرسي. بعد ختامة. عن جد مش معقول شو بقولوا، الوقت الحلو بيمرق بسرعة. ختامة. نايب سليمان فرنجية. يلا. يعني لك استاذ مارسيل انا بدي اقول لك شغلة، يعني نحن اليوم الدولار طالع طلوع والليرة نزل نزول وما بقى فينا نعمل يعني حتى السلع تبع الاكل ما عم نلاقيها وعم نلاقي صعوبه. مرتي ريما كثير عم بتلاقي صعوبه انه تعمل لي فاصوليا بلعمه مثل ما كانت تعمل لي اياها قبل. شربل صعيبه. شكرا كثير لك. شكرا كثير على حضورك، شكرا على البسمه يلي رسمتها على وجوهنا نحن فريق العمل واكيد المشاهدات والمشاهدين يلي عم بتابعوك. على امل لقاءات اخرى. على امل تكون عنا متسعة من الوقت نشوف بعد اشياء مواهب بتاخذ العقل منك. ثانك يو سو ماتش. ميرسي الك. عن جد على حضورك. ميرسي الك. فاصل مشاهدينا ومنتابع مع ندى سماره، رح نكون عم نعمل كمان اشياء بتهمكم كثير لايف من استوديو ندى يلي دائما بحضورها عم بتكون عم ترسم هيك وتعطي نفحة فنية على برنامجنا يلي نحن عن جد بحاجة لها. إن شاء الله نكون اليوم مع شربل ومع ندى هيك عم نكون ختام برنامجنا حلو. تابعونا بعد البريك.